في 2023 ورغم كل التحديات قدر بنك الطعام المصري يوصل لملايين المستحقين في جميع محافظات مصر ويرسم البسمة على وجوههم بالغذاء، ولكن الأرقام لا تحكي القصة كاملة. إنها قصة بننتصر فيها على نقص الغذاء، بطلها كل واحد منكم، تبرع أو ساهم أو تطوع، وبفضل مجهوداتكم وصلنا ملايين من الوجبات إلى 53,500 تلميذ بالمدارس و 14,138 طفل بالحضانات يوميا عشان نحميهم من سوء التغذية، وإلى 110 دور أيتام ومسنين بحوالي 1,500,000 وجبة خلال السنة. ووصلت التجية 916,000 وجبة تم من خلالها توزيع وجبات الكفارة ووجبات السيارة المتنقلة ووجبات الشتاء على المستحقين في الميادين العامة وأمام المستشفيات الحكومية وخلال فصل الشتاء. أما عن كراتين الغذاء الشهري فقدرنا نوصل 1,167,164 كرتونة غذاء على المستحقين وكبار السن وذوي العجز والإعاقة في خلال السنة عشان نوفر لهم الأمن الغذائي. وكمان وصلنا 23,000 كرتونة غذاء للأمهات الحوامل لوقاية الأطفال من التقزم. وفي خلال شهر رمضان قدرنا نوصل الفرحة لملايين البيوت بمليون 766,742 وجبة إفطار صائم و 847,698 كرتونة فرحة رمضان. وقدرنا بفضلكم نوصل 305,000 كيلو من الأضحية الصحيحة إلى الأسر المستحقة. ولم نتوقف فقط على توصيل الغذاء، ولكن قمنا بدعم وتمكين آلاف صغار المزارعين وأيضا دعم صغار مربيات الدواجن حتى يتمكنوا من تأمين مصدر رزق ثابت يسند احتياجاتهم ويزود إنتاجهم. وأما عن قوافل الإغاثة فلم تخدم فقط 115,500 مستحق في جميع محافظات مصر خلال العام، ولكن أيضا دعما لأهالينا بفلسطين تم إطلاق أكبر قوافل إغاثة في تاريخ بنك الطعام المصري لمساندة غزة، وكان ذلك نتيجة تكاتف من جميع المصريين لصنع فارقا نساند ونغيث بها أهلينا في غزة في ظل العدوان الغاشم ب 309 شاحنة محملة ب 4,620 طن من الإغاثات الغذائية الملحة. وفي نهاية عام مليء بأصحاب الخير، ونشكر كل من كان له يد في هذه الرحلة الإنسانية الاستثنائية على المساهمة والتبرع، وبنشكركم أيضا على خيركم وثقتكم فينا خلال السنين.